وأما السنة المتواترة فلا بد أن تكون من حيث الإسناد المتواتر، لكن من حيث الدلالة ليس قطعيا، إذا ما يستدل في مجال، ولا تعتبر تلك المسألة من مسائل الدين. على سبيل المثال مسألة عذاب القبر، مسألة عذاب القبر اختلفت فيها الأمة، فالجمهور يقولون بثبوته، وفيهم علماؤنا من الشيخ ناصر أبي لبنان رحمة الله على الشيخ أبي لبنان ناصر الشيخ يعلم هذا ولده الشيخ ناصر وهو عالم كبير، خالف العلماء علماء في مسألة ثبوت عذاب القبر فلم يخرج به بثبوته، ووافق المعتزلة في ذلك، المعتزلة يقولون بعالم ثبوت عذاب القبر، وكل فريق من هذين الفريقين يستدل بآيات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه الآيات كل فريق يؤولها، فهؤلاء يؤولونها بعذاب القبر، وأولئك يؤولونها بنفي عذاب القبر. نفس الأدلة الذي يستدل بها المثبتون هي نفس الأدلة التي يستدل بها النابون، إلا أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر بلغت منه التواتر، إلا أن هذه الأحاديث متواترة تواترا معنويا. ما معنى متواتر متواتر متواترا معنويا؟ هي من اختلفت الألفاظ لكن امتحنت المعاني، أي جاءت الألفاظ لكن تدل على معنى واحد على عذاب القبر. ومن هنا قال علماؤنا بأن مسألة عذاب القبر ليست من مسائل الدين، فلا يفسح من خالف فيها، ولا فلا يفسح من خالف فيها في هذه المسألة، لأن كل فريق له أدلته، فهذا يعني ولذلك لم يعتبره من مسائل الدين. لماذا؟ لأن ما يمكن يعني الأحاديث ليست قطعية من حيث الدلالة، هي متواترة لكن ليست قطعية من حيث الدلالة.